تجمع تمر الولاد الجديد ده انشئ تحت اسم مصنع البلح والمدرسة الزراعية. المصنع كان بهدف طبعا جمع المحصول الرئيسي للمحافظة وهو البلح السيوي النصف الجاف وتطويره عشان بيضم أكثر من عملية تصنيعية. مثال منها موضوع تصنيع عسل البلح من البلح، وبالتالي سمي مجمع تمور الوادي الجديد علشان بيستقبل جميع أصناف البلح مش البلح السيوي ونصف الجاف فقط. المراحل التطوير اللي تم بيها مجمع التمور كان آخرها مرحلة التطوير اللي تمت في شهر خلصة شهر 8/2019 اللي فات. كانت طبعا تطوير المجمع على نفقة المجمع حوالي 6 مليون جنيه، اما المعدات كانت جائزة او مقدمة من جائزة خليفة. تم وصول المعدات وتركيبها وتشغيلها زي ما حضراتكم شفتم، احدث المعدات لتعبئة وفرز وتدريج البلح، ومعدات غسيل، في مكنة غسيل احتوت على مكنة غسيل حديثة جدا، خط لتعبئة البلح افقي ورأسي، مكنة التدريج الرئيسية اللي بتدرج لي البلح وطبقا للحجم واللون والوزن. والله مكنة التدريج يعني يمكن الأولى من نوعها في مصر، ودي بتدرج البلح وبتفرزه على حسب الشكل واللون بتاعها والوزن. يعني مثلا أنا بفرز البلح الأول عايز مثلا 3 درجات، أولى وثانية وثالثة، وأخلي اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها الحفش والنوى والمخلفات اخليها في ناحيه، اخلي الدرجه الاولى في ناحيه، اخلي الثانيه والثالثه في ناحيه ثانيه. فبالتالي انا بصور للمكنه البلحه دي اقبليها مثلا بلحه حفش مش عايزها، فبالتالي بصورها بتحطها في الذاكره بتاعتها ان هي لما تيجي تشتغل بتطلعها في المخرج بتاعها. البلحه دي عايزها درجه اولى ماشي، هي برضه بتصورها وبتحطها في الذاكره بتاعتها. عايزها تانية وتالتة برضو بتحطها في ده برنامج معين بحط وادوس عليه بيشتغل لي الكلام ده. في برنامج تاني طبقا للون المستهدف من مجمع التمور ان شاء الله. احنا كنا بنشتغل لغاية السنة اللي فاتت كان 1700 او 2000 طن، المستهدف ان شاء الله الموسم القادم 5000 طن طبقا للتطوير اللي حضراتكم شفتوه. طبعا 5000 طن دي هتجمع لأكبر عدد أو أكبر كمية من التمور على من أرض المحافظة، هتحلي إن أنا أشغل وأوفر إيد عاملة كتيرة جدا جدا، وأستوعب إيد عاملة من الفتيات ومن الرجال ومن الشباب. هوفر إن شاء الله الوقت برضك، وأوفر بلح منتج كويس يليق بالتصدير ويليق بسمعة جمهورية مصر العربية ومحافظة الوادي الجديد إن شاء الله.